يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الطفل الناشئ في الشرك منذ نعومة أظفاره وهو في شركه هل يطلق عليه كافر أصلي، وهل يكون معذورا بذلك؟ تبع لأبويه، أطفال المشركين تبع لآبائهم، أطفال المسلمين تبع لآبائهم، يحكم بإسلامهم. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول آخر، يقول إذا كان أطفال الصوفية يربون على الشرك أليس لهم عذر من عدم التكفير؟ يا أخي يدرسون في مدارس الشيال والنهي عن البدع والتحذير من التصوف إن كان القصد في بلادنا، أما إن كان القصد في بلاد آخر فهذا من تقصير العلماء، هذا من تقصير العلماء والمربين. نعم.